هذا غادي يكون هو العسل ديالنا، عسل ناجح 100% بجميع التفاصيل ديالو وجميع الاسرار اولا المشاكل اللي غادي تقدري تعرضي ليها. تابعي لا فيديو وغادي تفهمي كل شيء. شاي نكتب العالم فوق جبين بنادم ما يمحي وعدو ملا ما يمحي وعدو ملا قول لذاك اللايم سلم تضحى سالم من طعن. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس؟ صحتكم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويا ربي هذا الفيديو تلقاكم في اتم الصحه والعافيه. معكم بيجا من قناه ان سيري برودكشن، القناه ديالكم اللي كنتمنى من الله تعالى كل المحتوى ديالها كاين الاعجاب ديالكم. مبروك عواشركم، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. اليوم ما شاء الله كما غادي تشوفوا معايا غادي نوجدوا العسل اللي ضروري ضروري بالتحضيرات رمضان. اول حاجه غادي نديروها ان شاء الله غادي نصليو على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. لي يا سفول قول مرحبا، هاك البساط للمحسنة واللوز في وسطاين بان. هنا كيف ما سبق وقلت لكم بالنسبة للعسل ضروري ضروري في رمضان، بالنسبة للمعسلات الشباكية المخرقة البوشنيخة أي حاجة البليغات رمضان، اي حاجه بغينا نديروها لا بدا هاد العسل خصنا نديروه. انا غادي نقدم معكم ان شاء الله العسل بالقالب، حيت احسن عسل هو القالب، ولكن بالنسبه للناس اللي ما تيتوفروش على القالب ممكن انهم يديروا طوب او لا سكر الخشن او لا سكر سنيده. انا ان شاء الله عندي جوج من القالب ديال السكر، غادي نضيف عليهم ان شاء الله جوج جيترو ديال الماء، حيتاش كل قالب فيه جوج كيلو، يعني جوج كيلو ديال السكر فيه اترو ديال الماء. ان شاء الله الا كنتي مزروبه به غادي ديري ليه الماء غليان، انا هنايا ما مزروباش به غادي نخليه يبات ان شاء الله حتى الصباح ان شاء الله، ونعاود نحرك عليه على ما يذوب على خاطرو، حيتاش هو شويه كيشد الوقت. ممكن انا كيتحطيه في الصباح حداك في الكوزينه شاك فوا تبداي تتحركي وتتحطي عليه تاني الماء من الفوق. كما قلت لكم ضروري ضروري العسل بالنسبه لرمضان. ان شاء الله غادي نشوفوا دابا مره هنا جالسه انا في الكوزينه تنطيب الغداء، مره كنقيسو هكا وكنحيد عليه شويه حتى بدا كيدوب معايا. بزاف ديال الناس كي ما كينجحش معاهم العسل، يا اما كيجي قاصح يا اما كيجي خفيف جاري، يعني لا بدا العسل دائما عندنا الحل، يعني لا جا واقف بزاف عندنا الحل، ما غاديش نخافوا منه جا سايح بزاف راه عندنا الحل ان شاء الله باذن الله. نتابعوا لا فيديو. جيتك الدار زيد بيا من غير شوار، كان كنت جيد وكريم لا دير معايا صرف البخال. انا ان شاء الله كما كتشوفوا معايا كنت خايفه على الكوكوت ما تقبلش ليا هاد جوج ديال القالب ديال السكر، وعندي كوكوت صغيره شويه 8 لتر، ولكن لا باس يعني راهو جا مزيان فيها. سديت عليه هذا كان الصباح ان شاء الله كما كتشوفوا معايا. هاد المرحله ضروريه اننا نحركوا القاع ديال الطنجره اولا الكوكوت، حيتاش ما يمكنش اننا نديرو هكا ونشعلوا النار غادي تكاراميليزا وغادي يفسد معنا العسل ديالنا. كنبدا كنحرك تنحركها كانتوما كتشوفوه كريمي يعني لا ساق لتحت، سورتو انا دايره جوج ديال القالب ديال السكر. وبالنسبه للبنات يديروا قالب ديال السكر اولا جوج كيلو ديال السكر سنيده معاه لتر ديال الماء. كنحرك عليه هكا كما شفتوني، وهنا غادي ندير معاه ليمونه وحامضه وواحد ثلاثه ديال الوريدات ديال الباديان. هنا كما غنوريكم لا بدا هاد لي طرونش ديال الحامض ولا ديال الليمون خصهم يكونوا عراض، حيتاش الا رققناه في ساعه تيبان لنا العسل انه طاب دغيا تياخذوا اللون ديال العسل. ملي كنديروهم هكا غلاضين ملي كنحلو الكوكوت ديالنا على العسل، الا ما طابش راه كيبان و الا طابو راه كيبان كما غتشوفوا معايا. هنا الحاجه اللي ضروريه هو ان الكوكوت ديالنا او طنجره الضغط تكون محكمه الاغلاق. غادي ان شاء الله نسد عليها هنايا وغادي ان شاء الله ضروري ندير ليها الصفاره. كنسدها مزيان كنحسب ليه حيتاش عندي جوج ديال القلب السكر، كنحسب ليه ساعتين قل ربع ضروري حيتاش باش ما تزاد السكر باش ما تزاد الوقت ديال الطياب. هذا ما كان ممكن انك تطيبيها غير في طنجره عاديه ولكن تيتزاد الوقت كما قلت. هادشي اللي عطى الله ان شاء الله. هنايا درت النار متوسطه
وخليته كيطيب على خاطره مده ديال ساعتين قل ربع. غادي ان شاء الله هنايا كما كتشوفوا معايا غادي ان شاء الله نحيد معكم الصفاره، راه كانت دفات الكوكوط صافي، وغادي نفتحها ان شاء الله قدامكم باش نشوفوا باش كنعرفوا العسل طاب بالطريفات ديال الليمون اولا ديال الحامض. هانتوما كتشوفوا معايا هنا كنت هزيت هكا، هانتوما كتشوفوا كانت هنايا الضو ديال لابلاك عاود طفيتو، هانتوما كتشوفوا مزيان يعني الليمون والحامض تعسل واللون ديال العسل رائع، بلا قرفه بلا زعتر بلا الحبوب الشاي. ما نعاودش لكم واحد العسل كيجي ناجح 100% واحترافي جدا، وتي هكا يلصق في المعسلات زوين بزاف. ويلا حليت الكوكوط ديالي ما كنحكمش على العسل كما شفتوا معايا، اللي ضروري ضروري هو انني كنجيب واحد التفصيل وكندير فيه شويه ديال العسل هكا باش تنعرف العسل ديالي فين وصل، كنحطو في الكونجيلاتور باش تنسرع عليه حتى هو في ساعه انه يشد ديك لا تيكستور اللي بغيت ديال العسل، وكنرجع. ها نتوما كتشوفوا معايا ملي كنشوف العسل ديالي هكا كيكون هكا نازل ما كيتقطعش خيط واحد كنعرف العسل راه طاب وراه مزيان، ولكن غادي نعاود نحكم عليه ملي غادي يبرد مزيان وغادي يبات ان شاء الله، وعاد غادي ان شاء الله نشوفوه مع بعض. ها هنا كنحيد هاد الطريفات ديال الليمون وديال الحامض ضروري ضروري باش ما كيهزوش ليا بزاف د العسل ملي كيجمد عليهم. العسل دائما ما كنحروش فيه، الا كان ثقيل كنضيفوا ليه واحد نص كاس ديال الماء كيغلى الغليه الاولى الثانيه كنطفيو عليه، وإلا كان خفيف بزاف كنديروه فوق النار وكنشعلو عليه النار وكنخليوه بلا ما نغطيوه كيشحت شويه هذاك الماء، وكنعاودو ان شاء الله نلقاو العسل ديالنا مزيان ما شاء الله وتبارك الرحمن. هانتوما كتشوفوا لا اللون ولا القوام ديال العسل زوين بزاف، نتمنى انكم تجربوا واخا يعني ما حطيتش لا فيديو من بكري، زوين بزاف المعسلات ديال رمضان كيلصق فيهم بواحد الطريقه عجيبه. وهذيك الزهره ديال الباديان ما نعاودش لكم واحد النسمه كدير فيه زوين بزاف، ممكن انكم تدهنوا به البغرير ديالكم، ممكن انكم ديروه دوك الرغايف ديال العيد ان شاء الله باذن الله. نتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنت عند حسن الظن. كانت معكم بيجا من قناه النصيري برودكشن، والسلام عليكم. جيب 10 كيلو وسكن بالسمن والعسل ومخرقه وشباكيه وحده نديرها متنيه في كل جهه المقر